معنا إذن بشأن الحديث عن الأزمة بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، معنا هاتفيا من باريس أستاذ العلاقات الدولية دكتور خطار أبو دياب. مرحبا بك دكتور خطار. بداية، ما الأسباب التي دفعت الرئيس الفرنسي للدعوة إلى جيش أوروبي موحد؟ أحييكم وأحيي فريق العمل وكل من يتابعنا. حياك الله. هذه الدعوة هي قديمة، يعني من أيام الرئيس الأسبق جاك شيراك وحتى من أيام الجنرال ديغول كانت هذه الدعوة موجودة، لكنها لم تترجم لأن هذا الاتحاد الأوروبي نجح في أن يصبح قطبا تجاريا اقتصاديا كبيرا، ولكنه لم يتعملق سياسيا وعسكريا، بقي تحت مظلة حلف الشمال الأطلسي. الآن مع هذه التطورات، مع الأحادية الأمريكية المرتسبة اليوم في عهد السيد ترامب، مع تهديد السيد ترامب للأطلسي مرارا، مع الطموحات الروسية الجديدة بعد أزمة أوكرانيا، مع الصعود العسكري للصين، يشعر ماكرون أن أوروبا يمكن أن تكون مهددة، ولذلك يطرح على الجانب الأوروبي هذا التنسيق الأمني والعسكري الذي هو موجود، لكنه استخدم عبارة الجيش الأوروبي ربما لمناسبة مئوية الحرب العالمية الأولى، وهذه المناسبة وأثرها في أوروبا. ومن ناحية أخرى، هناك انتخابات في البرلمان الأوروبي حساسة جدا في ربيع العام القادم، وفيها هناك محاولة من الشعبويين والمتطرفين وجماعة الانعزال بالوصول إلى الموقع الأول. إذا من خلال هكذا فكرة يحاول ماكرون أيضا تدعيم الفريق المؤيد للفكرة الأوروبية، المؤيد للاندماج الأوروبي ما بين الأوروبيين. ولكن كيف تفسر الرد الأمريكي العنيف، لا سيما أن ترامب وصف دعوة ماكرون بأنها مهينة؟ ترامب هو ترامب، يعني في النهاية المؤسسات الأمريكية لها رأيها، ولكن في هذا الموضوع بالذات هناك حساسية أمريكية، كما قال ترامب في تغريداته، لولا الولايات المتحدة الأمريكية لهزمت فرنسا، لهزمت أوروبا لمرتين في القرن العشرين. ولذلك هناك عدم رغبة أمريكية لأن يكون هناك استقلالية استراتيجية لأوروبا، وكأن واشنطن تريد استمرار هذه المظلة الأمنية، وتريد دوما أن تبقى أوروبا تابعة لهذا الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. لكن المشكلة هي ليست في ردة فعل واشنطن، المشكلة هي في عجز الجانب الأوروبي، لأنه حتى الآن ليس هناك الكثير من ردود الفعل الإيجابية من جانب دول الاتحاد. ومن ناحية الترجمة العملية، تبقى هذه الفكرة بتقديري حتى إشعار آخر بنص التاريخ، ولم تدخل حيز التطبيق. إذن تعتقد أنها يعني تحقق هذه الفكرة حاليا بعيد المنال، ولكن كيف تفسر هذا التأزم بين العلاقات الأمريكية الأوروبية وتأثير ذلك في حلف شمال الأطلسي؟ لماذا هذه الفكرة بعيد المنال؟ لأن بريطانيا الآن وهي قوة عسكرية مهمة في الاتحاد الأوروبي ستنسحب من هذا الاتحاد في أواخر مارس القادم. ألمانيا بلد يعاني من أثار بعد الحرب العالمية الثانية والقيود على حركة تسلحي وإنفاقي الدفاعي. إذا من يبقى من الأوروبيين بعضهم يتعاطى مع ترامب مباشرة، وهناك دول مثل بولندا فضلت أن تكون فيها قاعدة أمريكية ودفعت ذلك المليارات، بل بلجيكا يستضيف بعض مفاوضات الاتحاد الأوروبي، قرر منذ فترة شراء طائرات أمريكية. حالة أوروبا هي في مشكلة ذاتية، وواشنطن تحاول إذن من خلال هذه التوضيحات أو هذه الحملة عبر تويتر القول أنها ترفض هذا الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي. ولكن هناك أحرف سجالات، يعني المفوضة الأوروبية مالستروم، المفوضة الأوروبية للتجارة، هددت برد انتقامي إذا فرضت واشنطن رسوما على السيارات الأوروبية. هل تتوقع دكتور أن تقدم إدارة ترامب على هذه الخطوة؟ هل من شأنها أن تؤزم الأمور أكثر؟ توقف، يعني لا مع الصين ولا مع الأوروبيين. بالأمس انزعج بعض الشائب من رئيس ماكرون، هدد بفرض رسوم على النبيذ الفرنسي، وقال أن النبيذ الأمريكي رسومه عالية في فرنسا.
من الناحية الحسابية السيد ترامب معه حق، الألمان بشكل خاص يستفيدون ماليا من عدم وجود ضرائب على السيارات الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، شكرا جزيلا لك إذن من باريس، أستاذ العلاقات الدولية دكتور خطار أبو دياب.